شافوني كحل مغلف، يحسبوا ما فيا تخير، وانا كي الكتاب المؤلف فيا منافع كتير. الخزنة الكبيرة. وقف في دن تشريف من أهل الخط دروان، وريلي وين وصلت قوت الكتاب. الخزنة الكبيرة في رمضان مع نبيلة ولي ومروان زياني، كل ثلاثة من 10 ل 11 تاع الليل على راديو البهجة. صحة فطوركم، مرحبا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد من حصة الخزنة الكبيرة. اليوم معنا في ضيافة الفنان القدير الشيخ عبد الرحمن القبط. يا اللي زينك زين عجيب، عجيني برضك روح راحتي حبيبة، ولبدي لك عندي محبوب، عندي محبوب. إذن قبل ما نبدأ شيخ، بودي أني نشكرك شكر جزيل لأنك قبلت أنك صادفنا في بيتك، وأنك قابلنا في هذه القاعدة. هذه الحاجة ما تقدر إلا تشرفنا وتسعدنا وإضافة لنا، وما تقدر إلا تزيد فينا يعني همة وشان. هذا الله يكبر شانك والله يطول عمرك إن شاء الله. نشكرك بزاف على الاستضافة هذه. سي ناتشورال، يعني أنا نبيلة معروفة والسيد هذا معروف، donc il y a pas de problème. Mais si c'était une autre personne, j'aurais pas accepté. Goul ça. إذن يعني هاد لما فكرنا باش نديرو نقدمو هاد الحصة هذه اللي سميناها الخزنة الكبيرة، وهاد الحصة راح نخصوها لكبار الفنانين ديال الشعبي. طبعا عبد الرحمن القبي واحد من هاد الفنانين الكبار. اسمح لي سلمك، يعني ان غران ميتر لا شانسون شعبي، ما كانش هادي ما يختلفوش عليها اثنين. قيمة وقامة، فنان قدم يعني تاريخه الفني يهدر عليه حافل بالأعمال الغنائية المميزة والناجحة، وقدر كمان بحضوره كاريزما وشخصية، يعني كل هذه الأشياء خلاوك تأثر، يعني وليت مدرسة، وكاين بزاف دي جون اليوم تأثرين بك. نعم. طيب اليوم الشيخ عبد الرحمن القبينا مدبيا نعاود نرجعك، ناخذ واحد القطار هكذا يمشي نروحوا في الزمن، يمشي في الزمن يعني، ونرجعك السنوات اللي وراء، بالك اكثر من 50 سنة ولا اكثر من، ونرجعك بالك مهما الفنان يعني مهما يمشي به العمر دائما ما ينساش المحطة الاولى اللي انطلق منها. فانا حتحكي لي انا هذه قصة العشق هذا اللي تربطك بهذا الفن وبهذا الشعبي، كيفاش بدات؟ Tout d'abord, marhaba bikoum. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes une grande dame et un grand monsieur avec vous. Yatikoum saha, lijitou. Donc, ana lila loulaniya li khdemta officielle, كانت في رويبة. كان عندي خالي يقولوا له قدور البحيري. وكان خالي واحد اخر يقولوا له عزيوز البحيري. هذا عزيوز البحيري كان يخدم بونجو كلافيرو، بونجو صغير هكذا. وخالي قدور هذا يا البحيري يخدم دربكي. نعم، كان يخدم مع الحاج منور. وعزيوز هذا كان يخدم مع الشيوخ هذا. واحد النهار سقسيت الحاج محمد لانقا، قلت له يا عمي الحاج نسقسيك، كان عندي خالي يقولوا له عزيوز البحيري. قال لي قول العجوزة سقسيها مازالها. قال لي، قلت له نعم. قال لي سقسيها ولا مبربش، شغل جدري هذاك. رحت لي ما قلت لها اسمعي، وكيفاش خوك كيفاش عامل؟ قالت لي فوالا كومون عنده شغل جدري والدنيا صابو العنقا صابو. Donc c'est dans le sang. La première soirée de Khdem Tapiroui, Khali li Jabali, عنده صاحبو يخدم في سبيطار مصطفى باشا باش يختن وليدو. À peu près 68-70. يعني انت شفيت على هذيك الأول مرة اللي طلع فيها؟ فوالا.
كيفاش كانت؟ وي جوفي بير. تخايل وي تخافي تغلطي انتي با مي. انا ما بديتش بديت بالقصايد والانصرافات والصبوحيات، كان عندي كلش. انا كي بديت صحيح، ما بديتش بدايه قويه ايوا، لانك وكان شيخي يقولوا له عبد القادر زواوي الله يرحمه من دلس او مات. بين كنت جي كومونسي سي دون لو سون هاد الشعبي هذا ما يتعلمش بنادم. دخلت الكونسيرواتور لازم تقراي سولفاج وتقراي ليلة وارا، تشوفي الببليك هكذا، تخافي ما تعجبيش الناس. وكون تي جون كوم سا تي با لي فيسال دو ميتي، صدير مازال ما دخلوش، صدير لي فيسال يجيو بار لا سويت دوغا دوغا. ان مانك داسيورونس، فوالا ان مانك داسيورونس سي لو مو. جوزنا ليلة فيها بركة لاباس الحمد لله. وبعد دخلت الكونسيرفاتوار عند عبد الكريم دالي الله يرحمه. سا سي اون ايكول، نقولك صح، انا دخلت عنده والله العظيم واحد من لي زيلاف ميزغد اللي تري سيفير. اي بي راك تخدم في الاندلس، تخدم في الاندلس ما تبقاش دور لي. واحد النهار قال لي ايا وليدي دير لي الشغل هدايا، درتو شعبي احبس. قال لي تم، قال لي نو هنا سي دي كلاسيك. ما حبش ولا نحب. هما يش دي كونسيرفاتور يعني وقعدوا سي نورمال، سي نورمال. هو شعبي خطي، شعبي هو يحب الاندلس والحوازه وكيفاش يقولوا لهم العروبي هذو العروبي. ايوا هذا سي لومو. ايوا هذا هما واش يخدموا. كيف الداس ما برالي من بعد الليل كويت بريت جراح يطالو يا حيا وحتى يهولوني بلت سهر الليالي جراح الحب والغرام والهجرة مازالوا جراح الحب والهوى وغيوان الشاطنة تبالي هدو من غير شك زادوا للقلب هوالوا فراد وقدر نعم الغني العالي سبق لي نسردو والوعد في ميجانو راني متلازم الصبر صبر العايش في الليالي سيب تحمول الهوى وتكدر حمالو عذروني يا أهلي ليش تلوموني هكذا بحالي سيروا خليوا كل حال يسير على حاله يعني حاجة كبيرة. أي مستوى الإنسانين ولا غير الشيخ مدام
يا هاد الناس الكبار اللي ما عرفناهمش حنا ما لحقناش بيهم. كي نتلاقى مع ناس اللي تلاقاو بيهم وكانوا قراب ليهم نحب نعرف عليهم حوايج هكذا للتاريخ يعني لي يعني كيفاش كان على قلتي سيفير سي فري بصح خدمه كيفاش كان يعني كفنان اونيفو شويه الناس تعرفوا غير في صحايتكم بصح جبابير تاع الفن واش بيك هذا شغل ايه شغل شغل الخزناجي شغل السري هكذا محمد صادجي هادو يا الناس هادو يا ايزيتي فور كيك اي بي موش فولي باريسي يا سيت كلاس حبيت نروح النيفو الفوق تاع العنقة قالوا لي لا لا انت تقعد هنا يا ودي انا ماشي اندلس انا شعبي ودي قالك الميول ديالك الشعبي يعني ما نقدروش كيفاش يقدروا ما حبوش ما حبوش قالوا لي انت تقعد هنا قلت لهم جي في دو زون تعلمت شويه لي لا باز تاع الفن ومزيت قلت تما تعلمت شويه سي تي نوتر ايكول ماشي كيف كيف دونك حلا بيها الشيخ كانت عنده مكانة خاصة يعني يقول لك أنا شيخي ما يعني واحد ما يحشم يغني قدامه يحشم يعني يقول لك أنا ما نقدرش يعني تلمون كذلك الشيوخة كان عنده واحد القدر كبير عند هاد التلاميذ هادو يوم بعد السبعينات جاء محبوباتي الله يرحمه دار ثورة ولا فين ريفوليسيون باسكو داك الوقت les Algériens les jeunes Algériens كانوا يسمعوا la musique française قال هادو اليوم يصنتوا فيها الموسيقى يا نزين ندير لهم يا نزين ندير لهم انا موسيقى الى فين ريفوليسيون قولك صح وي كاع طالهم كاين لي زون ريوسي الحاج الله يرحمه بوجمعه لونقيس الحاج الهاشمي الله يرحمه عمر الزاي عمر العشاب أحسن سعيد أنا ما بدوني كات شانس سجلت أن ديسك تاع ديك المارا ولوم الشوق وكاينة واحد أخرى فيها خرجوا ساكنة الحومة كيك شوز دو بو جافين فوا تريفين ماشي خشينا هكذا جافين فوا تريفين كيما عمر كان بون مو جي في ان ديسك سي تو ما جي جو مي سي با يعني ماكش سنه فين وكان ينجح نجح في هذاك الوقت نجح شويه لاباس لا نقول لك علاش خاطرش محبوباتي ديجا عموما كاع لي برودوي ديالو كاع اللي دارهم كانوا ناجحين كاع دي سوكسي لاباس كاع سوكسي نورمال انا ما جوزي با اتونسيون ما كنتش نسنى ما نسناش لا ريسيت لا ريسيت البيان en travaillant qui est pas bon c'est pas en trois ans que tu deviens cheikh ou que le terme de cheikh حاجه كبيره يا شيخ ثقيله بزاف لا حاجه كبيره اي فو بار انت عندك 3 سنين ولا 4 وانت تخدم يقولوا لك شيخ وانت ايه هذاك هو لا 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 يفو انتروت يعني واحد 30 40 سنه باش يكون اسمك يجوز بور افوار اون بلاص او سولي انا ذاك الوقت وين كنت كنت مع العنقة واحسن السعيد وقروابي الله يرحمه العنقيس وعمر الزاهي هادو كاع الهوزيه تاع الفن تاع الشعبي اي انا يفاليك جو رونت دوشمو كان واحد جورناليست يقولوا له الله يرحمه ربح سعد الله اهم اللي لا فيه ان ارتيكل جورنال وين قال لهم القبي شيرش اون بلاص او سولي فما في بليزير صافي ديرا وشاف بلي وشاف بلي لازم المكانه ديالو هو لازم يكون متميز ما يشبه لحتى واحد يحقق ذاته هو كقبي اكزاكت اكزاكت ما بدينا نمشوا خدمنا جابي ان اوركستر اللي قاعد معايا كيما كان دربكي نور الدين ريمارديني الله يرحمه خدم 10 سنين بدا مع عمر الزاهي وبعد جاز معايا خدم 35 سنه معايا ورشيد يعقوب الطرار خدم 30 سنه ولا 35
وبوشعالة يحيى وفي فرنسا دوك خدم 30 سنة، وبنا جي رفيق خدم 35 سنة. صافي جي رجع بيا نوركس كي بوجي با بوكوا هنا يلعب صرا هنا التربية. شوفي درت له معشاه هنا في هذا البيت هذا صالون، جاو كاع الاوركس قلت لهم كان ماشي انتوما ما نبنيش الدار هذه اي سي لا فيريتي يعطيك الصحة. فوالا قلت لهم مي قلت لهم باسكو سي لا فيريتي خدمنا وكان ما خدموش مليح. هاكي شتي انا نخزر فيهم على بالهم واش كاين، هاكي شتي وليدي لامينو نخزر فيها على بالو واش كاين، هي حافظ كلش. بسم ربي وصلات على نبينا العدناني طهم فلت جسناني النبي محمد صلوا عليه يا منكم عرب. يا راوي واسمع للحديد وفهم عنواني إلا انت بعقلك فطاني ميز كلامي ورد البال معاني مستمر. أخدمنا أخدمنا الحمد لله، وواحد النهار مع الحاج محمد العنقة امتي تانيك دوت كنا في كان في السبيطار تاع شراقة سيتي ميزون دروبو، كان واحد الديريكتور يقولوا له رابح الفال الله يرحمه انسان معروف هنا في الجزائر وانسان طيب الى فين ان سواري تما بور لي مالاد عرض حسن سعيد الله يرحمه عمر مكرازة عمر زاهي المتحدد والعنقة كان جازو 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 قاع عمر او يجوز انا والحاج محمد العنقة كنا نمشيو في الجنان كان جنان امتي تفوري تما امومون دوني قال لي دحمان هيا ليك انت ليك دوك جوز خدمت بتوسياه اما الخدمت ومن بعد حبطت ومن بعد جالون قطلع كي خلص دارهم تي ديسكور قالوا جو رميرسي لاسيستانس جو رميرسي لي شانتور اللي جاو يعطيهم الصحة شكرونا يعطينا يعطيهم الصحة و سو سون توز مي زيلاف ديريكت و انديريكت. هو صافي هو صاحب هذه المقولة هو مولاه يعني تعلموا عندي في كونسرفاتوار ولا خداو مني دونك سي تان ايلاف. انا جيت رايح عمي الحاج بقاو على خير جي في تروا با اسمع انت يا ولد انا عم عمي الحاج القدر اوي اوي سي كوم سا قال لي زيد نشوف الكتاب فوق المطار وهم يجيبوا لي خبرك. ايو ايو لازم تحفظ مات مدام مات كي يقولك مت مت وكان الارض كانت معلولة ندخل بها رحت للدار ولا غير بكيت قلت علاش انا بخصني قلت انا سي با نورمال قاع خدموا بالكتاب غير انا صح لمصلحتك هو قاع خدمو بالكتاب غير لي يلي قال لي وعلاش يملادي اما الوقت احد الانسان اللي تزاير فهمت وقت له شوف اكتب حشمني قال لي ما حشمكش قال لي عنده الحق قلت له قاع خدمو بالكاي قال لي وكان ما شافش فيك العجنة والله ما يقول لك صح
تشوفها حاجة أخرى. واو ما نعم بعد جيتي لهم لبليزيرو دي موند. علاش واحد ساعات الحاجة كي ترالو تمتم ما يستوعبش. ايه ايه. بعد مرور الوقت يفهم. يفهم ايه. ايه بعد جيتي هروب بعد كنت فرحان. سيملا دي كاع بالكتاب قال هذي شاف بلي كاينة عجنة هاد الولد هذا يا ان شاء الله يلقى لوان. جاني متخاصم سلسي فوق اللي عندي خلاف. واحنا خدينا المشعل الله يرحم الشهداء والله يرحمهم. عموما في الشعبي فلي كاسيت تو سا كانوا زمان يقولوا عندي ليله شابه ما يقولوش كاسيطه ولا يقولوا عندي ليله شابه نسلي نعطيها لك تسمعها. فانا ماذا بيا تحكي لي يعني العرس بالنسبه لليالي هادو بالنسبه للمطرب تاع الشعبي هل يتعلم منهم هل واش الحاجه اللي يعني انت لو يخيروك بين حفله مثلا وعرس مثلا ماشي كيف كيف حفلة تشابور 20 مينوت ولا 1 دمير والعرس تاع 4 5 اور دونك سي با لا ميم شوز. وفي العرس اللي تظهر كي يكون الجمهور مي حفلة سي با ميشون يعني حفلة هاك تعرف مي على بالك انا سجلت واحد فانتان دو كاسيت في دي ستوديو واحد 15 سي دي مي الحمد لله مي انا كنت ليله ليل نخدمها نسجلها ونديرها في الطونوبيل ديالي نسمع نسمع غير القبيه ما نسمع حتى واحده. طيب شو حبيت نسقسيك الحفلات اللي قدمتهم ما نهضرش على الجزائر خارج الوطن الجاليه ديالنا على بالي باللي رحت ان بو بارتو دون لو موند يعني بالك المره اللي سمعت لا ديرنيير فوا كانت مونريال عندها بزاف كيلكوزاني وي رحنا تخطرات مونريال ولدي البروكاز ديالي فوالا على بالي. قل لي شيخ الحفله اللي ما تقدرش تنساها صارت فيها حاجه هذه الحفله مانيش عارفه اللي كي بوزا ماركي هكذا جوز انا ايامات هايلين في كندا وحوشنا وكنا بيان اونتروتوني يعني قاموا بينا ومصغر ولاد البلاد اللي تما ما خصنا والو والله العظيم ما خصنا والو. درنا واحد النهار رايحين كندا دوزيام فوا ولا تروزيام فوا رايحين كنا في رمضان رايحين الجي لندن مونريال درنا اسكال وخلونا نخرجوا اخو والله غير خرجنا وبتنادي له في لندن وخدمنا سهره في لندن ايه مع مساغر في واحد البلاد يقولوا لها ويشم
ليلة مقلبة في لي بافون هكذا تحت قهوة هكذا لتحت. جينا رايحين رمضان يا مرا 4:30 أنا سداوي يضرب متبع، كل ما تافونسي كل ما كاين الشمس ما تحبس ما كاش المغرب ما كاش مازال ما يضربش المدفع. كان قانا شاعوا معنا جمعنا أنا سناوي يضرب المدفع ما كاش ما يحبش يضرب المدفع. إبن جي دوغا طروها ثلاثة رفيق وقيل وليدي وكريم سمار ما حبوش يفطروا قال لك حتى نوصلوا ليك لحقنا ليك ما زادت الشمس باسكو سيليست جوزنا ولا جوزنا يا مات شابي. الكاوي بكي مخفي والكيف الدات ما برالي بعد ما نكويت وبريت جراحي دات يحيو حتى يهولوني ونعود مصاهر الليالي ليالي لجرى لزال راح البين والهوى وغيوانو شطنت بالي هادوك من غير شك زادوا القلب هوالو عذروني يا اهلي ولاش تلوموني اكذب علي اكملي سيروا خلي وكل حالي سير على حال ليش تلوموني كذب حالي وانا بقرايحي للالي اللي شاكي باكي من همومك قلبي وهوالو طارامو للغرام تايه طارا حالو يعود سالي طارا يبقى هميم شي ما يزالو الغرام مصبتو مصيبة وصغاية لا يميق والي اقوالي ورم صعيب سول مولي هلي جالو عذروني يا اهلي ولاش تلوموني اكذب حالي هكا مالي سيرو خلي وكل حالي سير على السلاطن لا سيما اللي بحالي ضيما غيدان على العشيق لا ما يرتالو تواكي سرع لنصالوق وما قسام على الهلالي ويطوعسي في الغلام لعبسي ومتالو عدري لوموني هكذا بحالي سيروا خلي وكل حالي سير على حال عذروني يا اهلي ولا شلوموني هكذا بحالي سيروا خلي وكل حالي سير على حال
كيلوم ويزدوا في الملامح علي، والبعض من الناس كيقولوا هذا عمدانو هذا حالي مع الوام تولع بمحزن الغوالي، يدروع ساكني وينطق نصمي متخالو عذروني يا أهلي ولا شلوموني هكذا بحالي، سيروا خلي وكل حالي سير على اللوم لوم ويبطلوا شغالي ويقولوا يا لطيف راهي تقوى تعلالو، لاموني في بعالي بعالهم حتى على بعالي، لكن غدوة كل حي حازم بفعالو، عذروني يا أهلي ولا شلوموني أبدا بحالي، سيروا خلي وكل حالي سير على مني وكثر عجبي مع سؤالي، يدوي فيا وكيخفف دمي بقوالو، نعرف تحقيق سيرتي ما نبهض انسان ما نبالي، ما نكتب حد ولي يخدم ما نسغالو، عذروا لي يا اهلي ولا تلوموني هكذا بحالي، سيروا خلي وكل حالي سير على حالي. مروان انا كنت حابه تزيد تحكي لي شويه انت بالنسبه لك واش هي الاضافه اللي زدتها انت الحاجه ديال فاتوج ديالك. جو سوي سوسيابل مليح مع الناس ونضحك، انا زواني انسان زواني، مي انا سيرسان جو تريش با جو دو با تريشي، اما فيهاش دوك انسان جابك باش تخدم له عرس ما تبقاش تلعب يبوك تي ترافاي سيريوزمون، هذا هو. كان واحد جوار في ليكيب ناسيونال من عنابه يقولوا له بودان كيلعب لي مع عنابه، يقول لي يا دحمان احنا في الفوتبال عندنا لي بتي بون، قال لي انت في الاخر عندك لي بتي بون. نحكي لك كنت ريبيتي في باب الواد زمان الفاميليا تدي الطبق ديالي وانا نريبيتي وما راهو بلا بيك بلا غير بلا بيا، شوفي لامور تاع تاع الفن. اي بصح الحمد لله الحمد لله بصح لا والله غير الحمد لله لاباس، انا بابا تاع عايله وعندي الدراري محبوب عنده شعبيه كبيره، عندي القبيس عندي ثلاث بنات عندي زوج ولاد، جو سوي غران بير 10 فوا ولا 20 فوا والحمد لله وهذا هو. راك راضي على شي؟ لا 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 باس لا باس، جي سوفير والله غير سوفري يفو دي ساكريفيس مدام. واش كش؟ طيب انا نسالك سؤال اخير هذا باش ما نطولش عليك، على بالي راك عيان شويه يعني، ونشكرك اللي استقبلتنا. يعني الحاجة اللي كنت حاب ديرها في المشوار ديالك وما سعفكش الحظ أنك تقدمها، شوف بالك أغنية كنت حاب تسجلها بالك حاجة لي كاين واحد أغنية ما نحبش نخدمها زوج هذه سبحان الله يا لطيف مولاها تاع العنقة
مخدومة ليه، جاتو كي البريم ليه، ما نجمش نخدم أنا. وكاينه واحد أخرى الحرس ما نحبهاش، جو بو با لا شونتي سي تو، جو لو فوا با عندي أنا. أنا جيتي جي شونتي اون شونسون لي قعدت في قلبي، جنوب لي ري جامي وفات الرسول صلى الله عليه وسلم. أكيد راد وقدر منجي الألام، في الأزل كون آدم من موطي. القديم دايم الباقي على الدوام، خلق الاشياء كلها القاوي المديد. اخلق ادم وخلق الموت باحتكام، مليك الملك الحي الدايم الحنين. يوم توفى سيد الخلق يا سلام، مصبر حد عال صادق الأمين. هكذا راد وقدر يا المؤمنين. رايك في هذا الجيل الجديد؟ جيل جديد واش اعطيني النصيحه اللي تقدمها له؟ النصيحه اللي نقدمها للجيل الجديد، ماذا بكم يا صغار؟ انا جو سوي با بروفيسور، ما رانيش شيخ، انا مداح، مداح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيحه اللي نقول لكم، نفات با دو ريبريز يرحم والديكم، اخدموا نتوما، حوسوا على الموسيقى، حوسوا على دير، وكان ما تتعبش والله ما تجيك حلوه. اتعب تشوف هذاك القصيده هذا ولا ما تفرحش به، لازم صار ليل. والله غير كنت نشري القصايد هذاك الوقت 5000 برك، يعطوني قصيده نعطيهم، ندي بواطه حلوه، ندي الحمام الوان، حمام ريغه بور افوار قصيد. الله غالب هذا هو، هذا هو، يلزم تسوفريو، يلزم تسوفريو، والله غير تجيكم بنينه، والله غير جون بي تبلوري. يا اخي الدنيا يا اخي، قول الدنيا فانيه وعليها لا تسال، خلي البير بغطاه، عيش مع الحاضر ياك الماضي كله فات، ومسع عينك من الدمعات، الموت ما ترحم يا وعدي عندها مادات. اي يا 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 ربي يجيب الخير، والله يدينا في الستر وخلاص. وهذا ما كان مروان ونبيله تاع البهجه، يعطيكم الصحه، مرحبا بكم، سي تان بليزير والله العظيم، غير جو سوي كونتون دو فو زافوار، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تزيدوا تنجحوا ما اكثر في هذه ليميسيون اللي راكو ديروا فيها، والخزنه الكبيره هذه حاجه كبيره، شباب بزاف. يعطيك الصحه، نشكرك. يا با بروبليم، يا با بروبليم، يعني من عيار الثقيل. عاد ما فتاو الطلبه قريين للواحين، الصلاة على النبي
وضحوش الرغم ومنحوا الطيار على الدواحي الصلاة على الحبيب تسلي الارواح تنبه الغافلين على عن الصلاحي صلى الله عليك يا احمد طيب الارواح ليك انا نشتكي بامري يا سلطاني يا الوحدانيك يا كريم طلبتك تعفو علي لا تحسبني عن مفهوم زمانيك